يمكن أن يكون أفضل من وجبة لذيذة مع الأصدقاء، في رأينا لا شيء، وسيساعدنا التحدي الجديد على التأكد من ذلك. ستكون الشوكولاتة حلوة وممتعة للغاية، بشكل عام سوف يعجبكم بالتأكيد. ماي، هيا لنرفع الغطاء. بطيخ، تهانينا، يبدو أنني فقدت الحظ. لا أصدق عيني، هذه ديدان حية، مقزز، لن أكلهم. أنا آسفة لكن ليس لديك خيار. أعتقد أن هناك خيار. انظري، لقد هربت الديدان، انتهى الأمر. أتعتقد أنك تخدعني؟ أندي، لا تهتم، لدي فكرة. خذ، باستخدام الملعقة يمكنك جمع كل الديدان. شكرا جزيلا، يا لها من فكرة رائعة. أعلم أنني لن أنسى هذا أبدا. لا يسعني إلا أن أتمنى أن تجعل الشوكولاتة الديدان لذيذة، على الرغم من أنني أشك في ذلك. الأحاسيس مزدوجة، أشعر بالشوكولاتة وأشعر بالديدان. انتهى الأمر، يكفي، سأشرب لأزيل طعم الديدان. أشعر بتحسن قليلا. لا أستطيع أن أتخيل كيف فعلتها. من الجيد أنه ليس أمامي هذه المهام الصعبة. أنا جاهزة لأكل هذه القطع من البطيخ بكل سرور. لا أعرف حتى من أين سأبدأ. كم هي عصيرية. الشوكولاتة تكمل الطعم بشكل مثالي. حسناً، الآن لا يمكنني التوقف. إنه لشيء رائع. أريد المزيد والمزيد. لن أتوقف عن أكله. هل يمكنك إطعامي؟ حسناً، خذ قدمة. كانت مزحة يا أندي. كم من السهل خداعك. لن أشاركك، لا تحلم. أنا متأكدة من أنني أستطيع التعامل مع البطيخ بنفسي. حسناً، دعونا نكمل. لم يتبقى الكثير. لذيذ، أنا محظوظة. لا تهتم، يوماً ما سوف يبتسم لي الحظ أيضاً. الآن أريد أن أنتقم منك. أنت تستحقي ذلك. لنرى كيف ستحبي الديدان في الشوكولاتة. لا أعتقد أنك ستكوني سعيدة معهم. في الوقت الحالي سأترك هذا هنا وأنتظر قليلاً. رائع، الشوكولاتة مجمدة. الآن الديدان تبدو مثل الحلوى إلى حد كبير. إنها لذيذة جداً. أريد أن أجربها، لم أستطع المقاومة. هناك شيء بداخلها مذهل، أنا أحب ذلك. لذيذ، انسي الانتقام، أنا مستعد لأكل كل شيء بنفسي. حلويات، أنا أريد أن أجرب. ليس هذه المرة يا مي. أطباق جديدة، ممتاز. أعتقد أنه يجب أن أفتح طبقي أولا هذه المرة. ماذا هنا؟ فلفل حار داخل حلوى. كلا، أرى أن شخصاً ما لم يحالف الحظ مرة أخرى. توقفي عن الضحك ماي، من الأفضل فتح طبقك. كم هذا غير عادي، حقنة ضخمة. أنا مندهشة جداً، لا أفهم ماذا أفعل بها. ربما هناك شيء لذيذ في الداخل. كم هي حامضة، وجهي متشنج، لكنني أعتقد إذا مزجتها مع الشوكولاتة ستكون جيدة جداً. يجب أن أجربها بالتأكيد، ليس لدي ما أخسره. تبدو مثيرة للاهتمام. أندي، تمنى لي التوفيق. سأهز كل شيء بشكل صحيح وبعد ذلك سأرسله مباشرة إلى فمي. واو، رائع، شوكولاتة ممزوجة بشراب، رائع. متأكدة من أن الطعم لن يخذلني. نعم، لم أكن مخطئة. ماذا تفعل يا أندي؟ هيا كل المصاصة. لأكون صادقاً، أنا خائف قليلاً، على الرغم من أنها لذيذة. كنت خائف من أجل لا شيء. سأضيف الشوكولاتة ثم ستتحول بالتأكيد إلى طعم حلو جداً. يبدو مذهلاً. أريد أن ألعق كل شيء في أقرب وقت. مذهل، طعمها أفضل مما كنت أعتقد. لا أستطيع التوقف. هذا كل شيء، لم يتبقى شيء من المصاصة. يا له من شعور غريب. لقد نسيت الفلفل الحار. لا يوجد شيء حق الإصلاح، هناك حريق. يجب القيام بشيء عاجل. انتظر أندي، سأساعدك. افتح فمك، سأطفئ النار. يبدو أنني أتحسن. لقد فعلتها في الوقت المناسب. شكرا. لا أستطيع الانتظار لمواصلة أطعمتنا اللذيذة. سأفتح أولا. واو، سوشي طازجة. فقط ليس هذا، صرصور حي. لماذا أنا محظوظ جدا مع الحشرات؟ نعم أندي، اليوم بالتأكيد ليس يومك.
من الجيد أنني محظوظة دائماً. عيد أن تناول الطعام جاهزة، يمكنني البدء في تناول الطعام. هذه السوشي تجعل لعابي يسيل. آمل ألا تفسد الشوكولاتة طعمها. لا تزال تبدو جيدة، حتى الآن جيدة جداً. من الواضح أن هناك شيئاً ما في هذا. رائع، أحب ذلك. فكرة، لماذا أضيع الوقت في هذه التفاهات بينما يمكنني أن أكل كل شيء مرة واحدة؟ أندي، شاهد وتعلم. سأوضح لك كيفية التعامل مع السوشي بشكل صحيح. انظر، إنهم كلهم على هذا السيخ المثالي. يبقى أن أضعهم بالشوكولاتة بشكل صحيح وأكلهم. أنا فقط عبقرية أستحق مكافأة لذيذة. لم أكن لأفكر أبداً أن المالح يكمل الطعم الحلو بشكل جيد. أنا فقط لا يسعني إلا أن أكل كل الفتات. هذا رائع، لا توجد كلمات. أنت تخيفينني بطريقة أكلك. بالمناسبة لدي صرصور أيضاً، أخاف من النظر إليه. لدي فكرة رائعة، خذ أندي، ستكون هذه في متناول اليد. شكراً لك، كما هو الحال دائماً تأتيني بأفكارك الغبية. تعال إلى هنا أيها المخادع الصغير، حان الوقت للذهاب إلى نافورة الشوكولاتة. هل ستأكل هذا؟ لا أستطيع المشاهدة. قلت بنفسك أنه ليس لدي خيار، سأجرب. يا لها من انطباعات مختلفة. كما تعلمين يجب أن أقول أنني أحببته. أصبح الصرصور شوكولاتي بالكامل، مذهل، لم أكن أتخيل أفضل. ممتاز. في بعض الأحيان تفاجئني أندي. حان الوقت لنرى ما ينتظرنا في هذه الجولة. واو، هل لدي شيء رائع؟ هاتف آيفون مع باب إيت. ممتاز، أنا أحب الضغط على الأزرار. لنرى ماذا لدي؟ هذا فشل، أخطبوط عملاق غروي، يبدو مقرفاً، لا أستطيع حتى أن ألمسه. شهية طيبة ماي، سيكون عليك تجربه. ربما ستحسن الشوكولاتة طعمه قليلاً. ليس لدي الكثير من الأمل، لا يزال يبدو مثير للإشمئزاز. يجب أن نصور بالتأكيد كيف ستأكليه. لابد لي من أكله، أنا قوية. كم هو قاس، لا أستطيع أن أقوس قدمه، ولا يمكن المضغ على الإطلاق. يبدو مثل الإطارات القديمة. أنا ذاهبة للتقيؤ، لا أريده بعد الآن. انتهيت من هذه القطعة، هذا كل شيء. أنصحك ألا تتوقفي، حقق الفيديو الخاص بك نجاحا كبيرا. ماذا تفعل يا أندي؟ لا يجب أن تصور. الآن علي أن أكل حتى النهاية حتى يعرف الجميع كم أنا قوية. يا إلهي، أحسنتي. حان وقت الرد، الآن حان دورك لإرسال هاتفك مباشرة إلى النافورة. لكن هذا غير عادل، من الممكن أن ينكسر. كم هذا قاس، كنت أن أكسر أسناني. لن أكون قادرا على أكله، سأحاول لعق الشوكولاتة من الأعلى. أرى أنك في حالة مزاجية سيئة للأسف. لا مشكلة، سأحاول إصلاحه الآن. لدي فكرة، أحتاج إلى إزالة الحماية من الهاتف وإغلاق فتحة الكاميرا وصب الشوكولاتة فيه. أنا متأكد من أنه سيكون لذيذ، ومع ذلك سترين قريبا بنفسك. انظري، هذا قالب شوكولاتة حقيقي. يبدو فتحا للشهية، شاركني. لا، لا تأملي حتى، لقد ضحكت علي، لن تحصلي على شيء. يا له من لذيذ، هذه فكرة رائعة حقاً. هل يمكن أن تعطيني قدمة صغيرة من أجل صداقتنا القديمة؟ بخيل. لا طالما أحببت الأشياء الغامضة. أوه، ما هذا؟ يبدو مثل الأفوكادو. ولدي قدر من التراب، ما هذا الهراء؟ ماذا أفعل به؟ إيه، رائحته مقززة. أنت دائماً غير راضٍ عن كل شيء. خذ هذا كمثال لك. لحسن الحظ سآكل الأفوكادو، لكن أولاً سأقسمه إلى قسمين. سوف تساعدني هذه السكينة الحادة في ذلك. أوشكت على الانتهاء. بقي القليل، انتهى الأمر، أنا محترفة حقيقية. القشور بعيداً، الآن يمكنني صب الشوكولاتة بالداخل مباشرة. اتضح أنه رائع. الأفوكادو مثل القارب، بالضبط ما هو مطلوب. الآن الشوكولاتة ستكون مريحة جداً للشرب، لكنني أفضل أخذ الملعقة وأكلها كلها مرة واحدة.
يا لها من قطعة لذيذة، أحبها. لن أتوقف، أريد المزيد. لم أكن لأظن أبداً أن الشوكولاتة تناسب الأفوكادو. من الجيد أن لدي نصفاً آخر، ربما سأزيل القشرة منه على الفور حتى لا يتعارض مع استمتاعي. كم هذا لطيف، لن أتوقف عن الإعجاب بهذا الجمال. أكثر من ذلك بقليل وسأبتلع لساني بكل سرور. بالمناسبة يمكن أيضاً أخذ الشوكولاتة في القشرة. انظر أندي، إنه مريح للغاية. مذهل، كم أنا ذكية، أستحق كل الحلاوة في الدنيا. حسناً تهانينا، لا يمكنني المشاهدة بعد الآن، شهيتي زادت. لديك أيضاً قدر من التراب، هل نسيت؟ هيا كله. لا أعتقد أنها فكرة جيدة، لكنني سأجرب. ربما الشوكولاتة ستجعل التراب حلو، على الرغم من أنني لست متأكد. أنا لا أعرف حتى كيف سأكل. ماذا ستفعل بدوني؟ أمسك الملعقة. في الوقت المحدد كما هو الحال دائماً بمساعدتك، شكراً لك. في الواقع لا أريد حتى أن أجرب، مظهره غير شهي، إنه غير سار أبداً. لو كنت مكانك كنت لأبصقه. مقرف، أريد أن أغسل لساني، لكن لدي فكرة، أحتاج إلى بذرة الأفوكادو. الآن سوف أزرعها في التربة وسوف تنبت، والأهم حفر حفرة عميقة. هذا كل شيء، طالما أن كل شيء يسير حسب الخطة. أرش التراب بالماء، هذا أمر لا بد منه. فكرة، سأضع الشوكولاتة بدلاً من الماء. أولاً سأسكبها في علبة السقي بحيث تكون ملائمة. ممتاز، هذا جيد، كما لو كنت أفعل هذا طوال حياتي. حسناً أندي، هل هناك أي نتيجة؟ تحلي بالصبر يا ميك، أنا متأكد من أنني أستطيع أن أفعل ذلك. وأنا أعتقد أنه فشل. انظري، الأفوكادو ينمو، أخبرتك إنه أمر لا يصدق. مصنع الشوكولاتة الخاصة بي، يجب أن أجرب هذا على الفور. يا إلهي، يبدو رائعاً، أتمنى ألا يخيب المذاق ظني. أوه نعم، مذهل، إنها حلوى شوكولاتة حقيقية، بل إنها أفضل. في الواقع لقد زرعت بذرتي، لذلك عليك المشاركة. حسناً فليكن، هذه المرة سأخذ الطرف عن تصرفاتك الغبية. أعتقد أن هناك ما يكفي للجميع، تفضلي. شكراً جزيلاً، لا أستطيع الانتظار للتجريب، يبدو حلواً جداً. استوى صغيرة، سأبدأ أولاً. لدي كوب صغير من الآيس كريم، ليس عادلاً، حتى الملعقة لا تدخل به. فكرة، لماذا أحتاج إلى الملعقة إذا كان لدي قلم؟ انظروا، لدي مصاصة. واو، رائع، هذه فكرة عظيمة. حان دوري الآن. واو، أنا محظوظ، لدي الكثير من الآيس كريم، إنه طري ولذيذ. أوتش، أسناني، كم هذا مؤلم. سوف أعالجك، افتح فمك على نطاق واسع. لا 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 تفعلي، ذهب كل شيء، ساعدوني. لا، أسناني، لكنه لم يعد مؤلما. رائع، أنا أفضل طبيبة. دوري. واو، كم هو ضخم ولذيذ للغاية على الأرجح، أنا أريد أن أجربه. لذيذ، أنا أحب الآيس كريم، يمكنني أكله إلى الأبد. شاركينا معك، القليل فقط. لا، لقد أكلت كل شيء بالفعل. يا لك من بخيلة. كم هذا لذيذ. أوه، إنها تتجمد. أوه، كم هذا بارد. حذر لك. بارد جدا، نحن بحاجة إلى بطانية. واو، لماذا نحتاج الأنبوب؟ سنكتشف الآن. رائع، إنها كوكاكولا. أنا أحب الكولا. واو، هناك الكثير منه، ممتاز.
أوكي سأبدأ. هناك شيء خاطئ هنا. هذا الأنبوب لا يناسب. فكرة. هذا أفضل بكثير. أندي ساعدني. بماذا؟ هل يمكنك سب الكل في القامة؟ لا مشكلة. رائع. شكراً، كان مذهلاً. دوري. ماذا؟ لماذا لا تفتح؟ ماذا يجب القيام به؟ فكرة؟ واو، أنت ذكي جداً. أنا أحب الكوكاكولا. انظر كيف يتم الأمر. ماذا؟ هذه الكرة خاصتي. ليس بعد الآن. لا تضحكي، من الأفضل أن تشربي الكرة خاصتك. من كل سرور أعددت هذا الكأس، يبقى فقط الصب. أوه، إنها ثقيلة جدا. لا مشكلة، سأضخم ذراعي ويمكنني أن أسكب لنفسي الكولا. ماذا؟ لماذا لا أنجح؟ لدي مثل هذه الأيدي الضعيفة، لكن الآن سأصلح الأمر. أنا أستطيع، يمكنني معالجة الأمر. بقي القليل. واو. أنا رياضية حقيقية. احذروا، أستطيع أن أضربكم بعضلاتي. واو، هذا عظيم. الآن يمكنني رفعه بسهولة. كمان. هاي، تمكنت. أوش. هذا مقرف، يا لها من رائحة كريهة. يا إلهي، أتساءل ماذا يوجد هنا؟ واو، سكيتلز، لكنه قليل جدا. فكرة، لنقوم بتجربة. شيء مفقود. بالضبط، هذا هو المطلوب. سأدع الشجرة تنمو. رائع، لذيذ جدا. الآن لدي شجرتي الخاصة. حان دوري الآن. واو واو، لذيذ جدا. أعطني القليل أرجوك. لا، هذا كله لي. أنا أحب السكيتلز. يامي. أقترح تلقينها درساً. أوافقك، لا يجب أن تكون بخيلة جداً. كم هو حار. سوف ننقذك. شكراً. حسناً، لقد أخفتينا. هل الأمور على ما يرام؟ نعم، كل شيء جيد. حان دوري الآن. قبعة، وماذا أفعل بها؟ أها، لقد تركت بدون حلويات اليوم. ماذا؟ أين ذهب أندي؟ هل أنت هناك يا أندي؟ مدهش، كان ذلك مذهلاً. أنت معنا مرة أخرى. انظروا. واو، الكثير من السكيتلز. لذيذ جدا. أتساءل ماذا هناك؟ مقرف، بروكولي. أنا أكره البروكولي. ماذا؟ لدي أكبر واحدة. حسنا، هذا مقزز. لماذا تضحكون؟ هيا ابدأوا. مقرف، الرائحة كريهة فقط. سوف أكلها بسرعة. انتهيت. جاهزة. دورك. أوه لا، ليس أنا. ربما هذا ليس مقرفا جدا. لا، إنه مقزز. خذي هذا. أوتش، ستعرفين كيف تضحكين علي. يمكنني معالجة الأمر. مقرف. حان دورك الآن، هيا كلي. كلي كل شيء حتى النهاية.
كان لذيذ جدا. ماذا؟ هل حقا يعجبك؟ أنا انتهيت. رائع، يا لها من سرعة. ممتاز. أوه، أنا لست بخير. أوه، يا لها من رائحة كريهة. لا أشعر بأي شيء. مقرف. يا إلهي، أتساءل ماذا يوجد هنا؟ رائع، نقانق لكنها صغيرة جدا. للحصول على القليل من النقانق أحتاج إلى القليل من الصلصة. مثالي. دوري الآن. أتمنى أن يكون النقانق أكبر بكثير. واو، إنه مثالي. كم هو لذيذ. أريد التجريب. هناك شيء ناقص. الكاتشب هو ما أحتاج. لماذا لا تصوم؟ أنت في حالة من الفوضى. حسناً، خذ هذا، تستحقه. كم هو لذيذ. لقد دمرت كل ملابسنا. أنتم طلبتم ذلك لأنفسكم. دوري الآن. واو، هذا ضخم جداً. لا أستطيع أكله، إنه كبير جدا. فكرة. مثالي. الآن يمكنني أن أشرب كل شيء بسرعة. هذا مقرف، يبدو فظيعا. يمكنني إنقاذ هذا الطبق. الكاتشب سوف يصلح كل شيء. كلما زاد الكاتشب كان ذلك أفضل. أوه، كم هو لذيذ. فو، هذا مروع. مقزز. ما هو الطعام الذي تفضلونه؟ اكتبوا لنا في التعليقات، وأيضا اذهبوا واشتركوا في قناتنا هاهانام حتى لا تفوتوا أي تحديات جديدة.